ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد بذلت محاولات مستميتة للحيلولة بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نوراً يضيء لها الطريق، وحتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي دماءً زكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبل أجيالنا وشبابنا وأولادنا. وبالفعل أصبحت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض في الغالب لمجرد الإعجاب السالب، أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة. فالأمة الآن تحتفل بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنني أقول باطمئنان كامل
لم تستوعب الأمة إلى الآن درس الهجرة، ولم تع الأمة إلى الآن حقيقة التضحية والحب الذي بذل في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما كرمت الهجرة يا أمة التوحيد لأنها انتقال من مكة إلى المدينة فحسب، لمجرد السفر والانتقال، فما أكثر الذين يسافرون وما أكثر الذين يرحلون وينتقلون. لكن الهجرة كرمت وشرفت وصارت أروع حدث في التاريخ الإنساني كله، يجسد حقيقة التضحية لدين الله جل وعلا، ويجسد قيمة الحب الذي نسج كعباءة رقراقة لسيدنا رسول الله. ما كرمت الهجرة إلا لأنها انتقال عقدي وانتقال فكري وانتقال تعبدي وانتقال شعوري. ما كرمت الهجرة إلا لأنها تجسد حقيقة التضحية وحقيقة الحب لهذا الدين ولصاحب الهجرة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم، تعالوا بنا لنقف مع درسين اثنين فقط من هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا صاحب الهجرة خير ما جزى نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته. والسؤال الأول: لماذا الهجرة؟ والجواب سريعاً، الجواب على هذا السؤال له قصة طويلة أختصرها اختصاراً في دقائق معدودات، إنها قصة رجل طهور كالربيع نشأ في بيئة شركية تعبد الحجارة والأوثان من دون الله جل وعلا، فأشفق على أصحاب هذه العقول وراح بعيداً بعيداً عن هذه الأجواء الشركية الصاخبة في قمة جبل النور ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي الليل في التذلل والدعاء والتضرع، حتى من الله عز وجل عليه ونزل عليه أمين السماء بهذه الآيات التي ربطت الأرض بالسماء لأول مرة بأعظم رباط وأشرف صلة، يضمه جبريل ويقول له اقرأ كما تعلمون. وبعدها ارتقى النبي جبل الصفا لينادي على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني كذا. واجتمع إليه أهل مكة، فقال صلى الله عليه وسلم بلغة نبوية بليغة: ما تظنون؟ أرأيت لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فرد عليه أبو لهب وسقط للوهلة الأولى وقال: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ومن هذه اللحظة أيها الأفاضل أرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة جام غضبها على ابنها الصادق البار الأمين، الذين خلعوا عليه بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين. ومن هذه اللحظات فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتصوره عقل: وضعت النجاسة على ظهره، ووضع التراب على رأسه، وخنق حتى كادت أنفاسه الطاهرة أن تخرج عليه الصلاة والسلام، وترك أرض مكة لأنها أرض صلدة،
لا تقبل بذرة التوحيد، وراح يبحث عن أرض جديدة، عن أرض الطائف. مشى على قدميه أكثر من 70 كيلو، لم يجد دابة ليركبها، ومع ذلك فعل به أهل الطائف أسوأ وأخس ما يفعله الإنسان بالإنسان. سلطوا عليه السفهاء والصبيان، وهكذا عانى صلى الله عليه وسلم أشد المعاناة، ولم يجد بدا أمام هذه الضربات المتلاحقة وأمام هذه الهجمات الشرسة إلا أن يفكر في الهجرة مرة أخرى، بعد أن أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرتين. يهاجر هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بعد أن مهد الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار طريق الهجر، طريق الهجرة بالتضحية والحب في آن، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على البذل والنشاط في الجد والكسل، على أن يمنعوه إذا هاجر إليهم مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ولهم الجنة. مهد هؤلاء طريق الهجرة بالتضحية لنصرة دين الله جل وعلا، وبالحب لله سبحانه ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لن تستطيع الأمة الآن أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة، طريقا من السيادة والمكانة، وسط أحجار النظام العالمي الجديد، إلا بالتضحية لدين الله جل وعلا، وإلا بالحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فلتعي الأمة حقيقة هذا الدرس، ولتعرف الأمة قدر ما بذل من تضحيات غالية لنصرة الله ولنصرة دين الله تبارك وتعالى. المعلوم أيها الأفاضل أن المتجه من مكة إلى المدينة لابد وحتما أن يتجه إلى الشمال، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم اتجه جنوبا، لأنه يعلم أن المطاردين لن يتركوا جبلا ولا كهفا ولا طريقا يؤدي إلى المدينة إلا وسيسلكونه يبحثون عنه وعن صاحبه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب، وهذه صورة من صور التضحية أيضا لدين الله جل وعلا. أيها الأفاضل، أيها الأحبة، لابد أن تعي الأمة حقيقة التوكل. إنني أتألم الآن غاية الألم حين أرى تفريطا في قانون السببية في أمة التوكل على رب البرية. فتسمع الآن كثيرا من شبابنا وأولادنا يردد بلسانه ويقول: أكل ونوم يديك دبلوم، الحمد لله طلعت السنة بمادتين، لماذا لا تخرج العام بعد العام بامتياز؟ لماذا لا تتفوق الأمة ويبدع شبابها؟ لماذا تستورد الأمة إلى الآن أقل قطع الغيار لسيارة أو لمصنع من المصانع؟ لا زالت الأمة تستورد غزل مصانع النسيج من الخارج. لماذا لا تبدع الأمة؟ لماذا لا تعي الأمة قانون السببية، قانون الأخذ بالأسباب للتفوق والإبداع والإنتاج والعطاء؟ الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني، بعد أن كانت بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. الأمة الآن
تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها، بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأسباب ولم يترك سببا إلا وأخذ به ليعلم النبي الأمة حقيقة التوكل على الملك الوهاب. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. كان ربك قادرا جل وعلا ولا زال أن يأخذ المصطفى من مكة إلى المدينة كما أخذه من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى مكة مرة أخرى في جزء من الليل. كان ربك قادرا ولا زال جل وعلا أن يفعل بنبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الله لم يفعل بنبيه ذلك ليعلم النبي الأمة حقيقة التوكل عليه. قال سهل بن عبد الله التستري: الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد من دراسات الجدوى، لا بد من التخطيط، لا بد من الأخذ بالأسباب للقوة وللإبداع. ولن يحترم العالم أمتنا إلا بالعلم والعمل، لن تشق الأمة لنفسها طريقا من الكرامة بين أمم الأرض إلا بالعلم والتخطيط والإبداع والعمل. أركز على هذه الجزئية مع شبابنا وأولادنا، لأن القلب ينزف حين أرى شابا من شبابنا أو أرى جل شبابنا يريدون أن يتركوا كلية الطب وكلية الهندسة وكلية العلوم لدراسة الكيمياء والفيزياء والذرة والجيولوجيا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتفرغوا للعلم الشرعي. ماذا لو تفرغت الأمة كلها للعلم الشرعي؟ من يقوم بهذه الأصول والواجبات والكليات؟ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمة الآن في حاجة إليك أيها الطبيب المسلم المبدع، وفي حاجة إليك أيها الشاب المهندس المبدع، وفي حاجة إليك أيها الكيميائي والذري المبدع. إذا أردت أن تخدم الآن دين الله، وإذا أردت أن تضحي الآن لنصرة رسول الله، فعليك أن تبدع وأن تتفوق على نفسك في كل ميادين الحياة وفي كل مجالات الحياة. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، إنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام الكبير، كل في موقع إنتاجه وفي موطن تخصصه وعلمه وإبداعه. فلتعي الأمة حقيقة الدرس وحقيقة التوكل على الله جل وعلا. لكن شتان بين الموحد وغيره، فالمؤمن يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب والملك الوهاب، لأن المؤمن يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. ولذلك لما أخذ النبي بكافة أسباب الحيطة والحذر، الصديق رضي الله عنه أعد الراحلتين، وعبد الله بن أريقط ينتظر على في الموعد والطريق والمكان المحدد،
وعبد الله بن أبي بكر يسمع الأخبار ويأتي في جوف الليل لينقل الأخبار للنبي المختار، وقبل الفجر يصبح في مكة بين أهلها وكأنه بات مع القوم. وأسماء بنت الصديق يضحي الصديق بولده وابنته وماله ونفسه لنصرة دين الله جل وعلا، تأتي بالطعام والشراب إلى غير ذلك. وفجأة وبدون مقدمات انقطعت كل هذه الأسباب، فالمشركون يحاصرون الغار من كل ناحية. انتبه للدرس، المشركون يحاصرون الغار من كل ناحية، وبصوت متهدج متقطع خائف وجل يقول الصديق المحب: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد صاحب القلب الموصول بالرب جل وعلا، يرد المصطفى الذي علم الدنيا حلاوة اليقين ولذة الثقة في رب العالمين، يرد المصطفى الذي علم الدنيا حقيقة التوكل على الله، والذي علم الدنيا أن الأسباب يأخذ بها العبد لأنه متعبد بذلك، لكنها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر الملك الوهاب جل وعلا. يرد على الصديق بكلماته الجميلة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. تعطلت الأسباب، ولكن بقي الملك الوهاب وبقي مسبب الأسباب. فالأسباب وحدها لا تعمل إلا بأمر مسببها جل وعلا، فخذ بالسبب وقلبك معلق بمسبب السبب لا بالسبب ذاته. هذه هي حقيقة التوكل على الله. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. انظروا معي إلى هذه التضحيات العظيمة بالنفس والأموال والأوقات. لو حاكت بيوت الأمة الآن بيت أبي بكر الصديق في البذل والتضحية لدين الله لنصر الله هذه الأمة. لو حاكت بيوت الأمة الآن بيت أبي بكر الصديق في البذل والتضحية لدين الله جل وعلا لنصر الله هذه الأمة. الرجل في البيت يعمل للدين، والأولاد في البيت يعملون للدين، والبنات في البيت يعملن للدين، حتى الراعي وظف في بيت أبي بكر للعمل لدين الله جل وعلا. وقدم الصديق درسا من دروس التضحية والحب ما قدمه أحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق. يضحي بكل ماله، بل ويضحي بنفسه وولده وابنته، وينسج عباءة من الحب، ويود أن لو حمى رسول الله بدمه. ومن أجمل ما قاله الصديق بنفسه ما رواه البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب. اسمع للصديق وهو يقول: سرينا أو ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. يعني يحكي الصديق عن خروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا
حتى أظهرنا، أي حتى وصلنا في وقت الظهيرة شديد الحر. رسول الله تجاوز 50 من عمره وهو يطارد ويمشي على رمال انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فتكاد الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار، ومع ذلك يواصل السير لنصرة دين الله جل وعلا. فيقول الصديق: حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، يعني لا يرى أثرا للظل. قال: فرميت ببصري هل أرى من ظل فنأوي إليه، قال: فإذا صخرة ولها بقية ظل. يقول الصديق: فسويته، فسوى هذا المكان الذي انعكس عليه ظل الصخرة، وفرشته، فرش عليه رداء، وقلت: اضطجع يا نبي الله. نم يا رسول الله. فرش المكان وأعده وهيأه، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح بعد عناء هذه الرحلة المرعبة. جزاك الله خيرا يا أبا بكر، فاسترح أنت كذلك، نم إلى جوار حبيبك المصطفى، فلقد صحبته في هذه المشقة والعنت. لا لا، ماذا يصنع؟ يترك الصديق رسول الله نائما مستريحا، وينطلق الصديق رضي الله عنه يقول: وانطلقت أبحث هل أدركنا من الطلب أحد، هل أدركنا أحد من المشركين الذين خرجوا في طلبنا. لا يعرف للراحة طعما حتى يستريح حبيبه، لا يعرف للأمن لذة حتى يشعر بالأمن على حبيبه. يقول: فإذا أنا براعي غنم يتجه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني الظل. قال: فناديته وقلت: يا غلام، لمن أنت ولمن الغنم؟ قال: فذكر لي رجلا من قريش سماه لي فعرفته. يقول الصديق: فقلت له: هل عندك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. قال: فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، وأمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، وأمرته أن ينفض كفيه هكذا بعد أن نفض ضرع الشاة، ثم حلب لنا في كثبة، أي في كثبة من اللبن، أي كمية قليلة من اللبن. قال: وكنت قد اتخذت لرسول الله إداوة، أي إناء، وشددت على فمه خرقة، وجعلت أصب الماء على اللبن حتى برد أسفله، يبرد اللبن للمصطفى، لأن الجو شديد الحر، لا يريد أن يسقي حبيبه لبنا ساخنا ليؤذيه. قال: فجعلت أصب عليه الماء حتى برد أسفله، وانطلقت إلى رسول الله، فوافيت رسول الله قد استيقظ. اسمع، فقلت: اشرب يا رسول الله. قال الصديق: فشرب رسول الله حتى رضيت، حتى رضيت، حتى اطمأننت إلى أنه شبع من الشراب. فشرب رسول الله حتى رضيت، ثم قلت: آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: آن الرحيل يا أبا بكر. أي حب هذا أيها الأفاضل؟ أي حب هذا الذي يقدمه الصديق رضي الله عنه كدرس من أغلى دروس الحب للأمة؟ تضحية بماله، أخذ ماله كله، تضحية بنفسه، تضحية بابنته، تضحية بولده، تضحية براعيه، تضحية بأغنامه، تضحية بكل شيء، ثم عباءة من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر: لتلك الليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، والحديث يرتقي إلى الحسن بشواهده، خير من عمر وآل عمر،
وفي مسند أحمد بسند حسن قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إنه الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك، وعلى أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى. إنه أحب رجل إلى قلب رسول الله: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها. والحديث رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم، إنه رفيق النبي في هذه الرحلة، ورفيقه في الغار، ورفيقه الآن في الروضة المحفوفة بالأنوار، ورفيقه بإذن الله وبموعود رسول الله في جنة العزيز الغفار. ثم بعد ذلك تطاول بعض الأقزام لسب الصديق وللنيل من أبي بكر رضي الله عنه. يعقل هذا؟ يعقل أن يسب هذا الرجل الذي نسج بدمائه وحبه عباءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم ما لم يقدمه أحد، حتى قال النبي على المنبر: ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا لم نستطع مكافأته وتركنا مكافأته لله عز وجل. إنهم الصحابة، وألمح طيفا آخر من الحب وسحابة أخرى من الحنان على أرض يثرب، على أرض المدينة الطيبة الطاهرة المباركة. فوالله ما فرح الأنصار بشيء كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء بن عازب وحديثه في البخاري: والله ما فرح الأنصار بشيء كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد جسد أبو أيوب الأنصاري وحديثه في صحيح مسلم وغيره حب الأنصار الأطهار للنبي المختار، حين نزل النبي ضيفا عليه في داره، وكانت دار أبي أيوب تتكون من طابقين، فنزل النبي في الطابق الأول، ونزل أبو أيوب في الطابق الثاني، أو بنص الرواية: فنزل رسول الله في السفل وأبو أيوب في العلو. وفي رواية قال النبي لأبي أيوب: يا أبا أيوب، أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في السفل، لأن الناس سيزورونا، فاجعلنا في الدور الأول. فأبى أبو أيوب إلا أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو بعد ذلك. الشاهد في رواية يقول أبو أيوب: فنزل رسول الله في السفل وأبو أيوب في العلو. قال أبو أيوب: فانتبهت ليلة، استيقظ من النوم ليلة، فقال، يقول: فقلت أنا وأم أيوب نمشي فوق سقيفة رسول الله تحتها. أسألكم بالله أن تتدبروا هذه الكلمات: نمشي فوق سقيفة، يعني فوق سقف رسول الله تحت هذا السقف. قال: فتنحيت أنا وأم أيوب في جانب، يخشى أن يمشي بقدميه على سقف رسول الله تحته، فتنحيت أنا وأم أيوب في جانب. يقول: فانكسرت لنا جرة فيها ماء، قلت مية، إناء فيه مية، فانكسرت لنا جرة فيها ماء. قال: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة، لحاف، والله لا نملك لحافا غيرها، نكشف بها الماء خشية أن يسقط منه شيء على رسول الله فيؤذيه.
يخشى أن تسقط قطرة ماء طاهرة على رأس حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح نزل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فنزل أبو أيوب في السفل، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العل، فكان يصنع الطعام لرسول الله. ثم يسأل أبو أيوب إذا رد النبي بقية الطعام: أين موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيدلون أبا أيوب على موضع الأصابع، على الموضع الذي كان يأكل فيه أو منه رسول الله، فيتتبع أبو أيوب أثر موضع طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم عاد الطعام إلى أبي أيوب لم يأكل منه رسول الله شيئا، فسأل أبو أيوب: لماذا لم يأكل رسول الله؟ لأنه قد أعد في الطعام ثوما، التوم المعروف، فلم يأكل النبي من هذا الطعام. فقال أبو أيوب: اسمع يا رسول الله، أحرام هو؟ ما أكلتش من الطعام، الطعام ده حرام؟ أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، اسمع، قال: لا، غير أني أكرهه. فقال أبو أيوب المحب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. أيها الأفاضل، والله ما عرفت الدنيا أناسا أحبوا رجلا كما أحب الصحابة محمدا. قالها عروة بن مسعود الثقفي حين رأى النبي بين أصحابه في الحديبية، وعاد إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء والحكام، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وأنا أقول: بالغ الصحابة في هذا اليوم على غير العادة، وإلا فيحبون رسول الله لا شك، لكنهم بالغوا في إظهار الحب لرسول الله، لينقل عروة بن مسعود الثقفي هذا الحب لقريش، لأنهم ظنوا أن الصحابة إذا جد الجد تركوا رسول الله وتخلوا عنه. فأراد الصحابة أن يبينوا لعروة وهو رسول قريش أنهم لن يتركوا رسول الله أبدا، وإن بذلوا الأرواح وسفكت منهم الدماء. قال: والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، ولا يرفعون أصواتهم عنده إجلالا له، ولا يحدون الطرف إليه إجلالا له، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. هذه صورة من صور الحب من أصحاب رسول الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وصدق ربي إذ يقول في حق هؤلاء الأطهار الأخيار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وصدق ربي إذ يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذا أقولها بملء فمي: من أغضب الصحابة فقد أغضب الملك، من أغضب الصحابة فقد أغضب الله عز وجل.
والحديث رواه مسلم من حديث عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه أن أبا سفيان مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقراء، فيهم صهيب وبلال وعمار رضوان الله عليهم، فقال الصحابة حين رأوا أبا سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب أبو بكر الصديق وقال للصحابة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلسهم وانصرف إلى رسول الله وأخبر النبي بما قال الصحابة وبما قال هو. اسمع ماذا قال النبي ولأبي بكر لحبيبه. قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، أوعى كن زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إلى إخوانه مرة أخرى ويقول: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، وفي لفظ: يغفر الله لك يا أخي. فلتعرف الأمة للصحابة مكانتهم، أولئك الذين عدلهم الله وزكاهم رسول الله. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اختارهم الله يوم اختار نبيه المصطفى، نظر الله إلى قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فاصطفاه لرسالته ونبوته. ثم نظر في قلوب أهل الأرض فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فاصطفاهم وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وآله وسلم. فلتعي الأمة حقيقة التضحية وحقيقة الحب، ولن تنصر الأمة قط، ولن تمكن الأمة قط، ولن تسعد في الدنيا والآخرة إلا إذا وعت الدرس وضحت من جديد بالأموال والأوقات والزوجات والأولاد والعقول والأفكار لنصرة دين الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجسدت الحب للمصطفى. فالحب ليس كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الحب اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصدق من قال: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. ربما لو دعيت الآن أن تضحي بجزء من مالك لنصرة دين الله بخلت وتكاسلت. ربما لو دعيت لتضحي بشيء من وقتك لتقوم لتصلي لله ركعات بالليل، لا تضحي بهذه الدقائق المعدودات. ثم بعد ذلك نريد النصرة ونريد العزة ونريد التمكين؟ لا نصرة ولا عزة بغير تضحية وبغير حب لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بهذا المشهد الذي يتألق حبا لا يستطيع بليغ أن يعبر عنه أو أن يجسده. هذا سعد بن الربيع الأنصاري، رجل من الأنصار في آخر رمق في الحياة في غزوة أحد، يأمر النبي زيد بن ثابت أن يبحث عن سعد بن الربيع وأن يقرئه السلام من رسول الله وأن يسأله. الحديث رواه الحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. يقول زيد بن ثابت: أمرني رسول الله أن أبحث عن سعد بن الربيع، فأدركته في آخر رمق وبه ضربات أكثر، وبه ما يزيد عن 80 ضربة وطعنة ورمية. قال: فاقتربت منه وقلت له وهو في آخر أنفاسه: يا سعد،
رسول الله يقرئك السلام، رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، يعني كيف حالك. اسمع ماذا قال سعد: الرجل الذي يحتضر، الرجل الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويرى عالم الآخرة، انتقل، بدأ ينتقل إلى عالم الآخرة، انظر إلى تعلق قلبه بحبيبه المصطفى. يقول زيد: رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، كيف حالك. فقال سعد بن الربيع: على رسول الله السلام، وعليك يا زيد أقرئ رسول الله مني السلامة وقل له: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، والله إني لأجد ريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة. ثم التفت سعد بن الربيع إلى زيد بن ثابت وقال له: أقرئ قومي من الأنصار السلامة وقل لهم: والله لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف، والله لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف، والله لا عذر لنا عند الله، والله لا عذر لنا عند الله إن لم نطع رسول الله، إن لم نمتثل أمره، إن لم نجتنب نهيه، إن لم نقف عند حده، إن لم ننصر شريعته، إن لم نتبع سنته، إن لم نرفع راية دعوته. آن الأوان أن تنصر الأمة رسول الله. أسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. ولا أريد أن أشق على حضراتكم في هذا الزحام الشديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إذا كانت الهجرة بالأبدان قد انقطعت، بقيت هجرة القلوب ولا انقطاع لها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هاجر الآن، هاجر من الشرك إلى التوحيد، هاجر من البدعة إلى السنة، هاجر من الحرام إلى الحلال، هاجر من الفجور إلى التقوى، هاجر من الشر إلى الخير، هاجر من أكل الربا إلى أكل الحلال، هاجر من الكذب إلى الصدق، هاجر من البعد عن الله بالجملة إلى القرب من الله بالجملة. وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فلا بد أن نهاجر من المعاصي إلى الطاعات، ولا بد أن نهاجر من النفاق كله إلى الإيمان كله. هاجر الآن، واعلم أن العبادة في زمن الفتن الذي نحياه أجرها كأجر من هاجر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، أي في الفتن وفي زمان الفتن، كهجرة إلي. لا أدري هل استوعبتم البشرى؟ العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي، أي كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأرجو وأذكر نفسي وإخواني بهجرة القلوب إلى علام الغيوب جل وعلا. هاجر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهاجر إلى طاعة الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الهجرة واستيعاب دروس الهجرة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته،
ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك حوضه الأصفاء، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ أخواتنا، واستر بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، برحمة منك يا عزيز يا غفور. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.